السلام عليكم، شخباركم؟ بغيت ندير هذا الفيديو هذا حيت البنات بزاف او بالاخص البنات كانوا كيسولوا على هذا البروغرام هذا ديال هابيتات اوف هيومانيتي. هذا البروغرام هذا كيعاونك باش تشري الدار او بالاحرى باش تبني دارك. هو بروغرام كيعاون الناس اللي عندهم لو انكم باش كما قلت انهم يكونوا عندهم دار ديالهم. والبروغرام كيفاش كتشوف واش عندك هذا البروغرام هذا في ستيت اللي انت فيها ولا المدينه اللي انت فيها، كتمشي عندهم كتقول لهم بدي اون ابلاي، كيعطيوك لابليكاسيون كتعمريها. هو باش تعمريها عن واحد النقاط اللي مهمين هما حنايا فاش عمرنا بالاول عمرنا والراجل حيت عنده هذا الدراري درنا تشايلد سبورت وكنا شرينا طوموبيل اخرى وكانت عندنا البيمنت ديال الكار. سو منين دفعنا في الاول ما قبلوناش حيت قالوا وي هاف ا لار بيلز. سو ذا نيكست تايم اللي عاودنا درنا لابليكاسيون ما دخلناش تشايلد سبورت وما دخلناش الكار بيمنت. لا يا ربي دخلنا الكار بايمنت حيت بقاو فيها شي تبقات فيها شي 3 شهور هكا ولا 4 شهور نكملوها. علاش ما دخلناش للتشايلد سيبورت؟ حيت هو غير اغريمنت ما بين المراه وما بين راجلي الاولى وراجلي، يعني كانوا غير دايرينها هكا، يعني ما كيعطيش تشايلد سيبورت على طريق الدوله. هذه اول حاجه. ثاني حاجه عاودنا عمرنا وقالوا لنا ودي صيفطوا لنا هاد الوراق وهادو 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 وهادو. صيفطنا الوراق ديال التاكس، الوراق ديال 3 مانس الانكم ديال لاست 3 مانس، وراجلي صيفط عقد الازدياد ديالو وهذا ورقه كتعني بانه راه ساكن في سكن في ديك البلاصه اللي هو فيها حاليا، يعني السيت اللي هو فيها هو حاليا او المدينه اللي هو فيها حاليا اكثر من 6 شهور. هذه ثاني حاجه. ومن بعد دفعنا لهم هاد الوراق هادو وصافي قالوا لنا ودي تسناو. المهم تسنينا شي 3 شهور هكا. المهم بما صيفطنا لهم الوراق وكل شيء صيفطوا للراجل واحد الورقه عمرها. من بعد داكشي عمرها زعما شحال حنايا في الدار والريزن علاش بغينا نعمروا لهاد البروغرام هادي، زعما السبب علاش بغينا هاد البروغرام هادي. من موراها قالوا لنا ودي غادي يجيو عندنا للدار يشوفوا كيف عايشين، يعني الفيزيتور يشوفوا كيف عايشين باش يحسبوا زعما يشوفوا العيشه ديالكم كي دايره، واش كتهلا في الدار ديالكم، واش يعني المعيشه كي دايره. المهم كيخرجوا عند كيجيو عندكم شي ناس للدار كيهضروا معاكم، كتجمع العائله كامله مع الناس كيجيو عندكم للدار كيهضروا معاكم، فهمتي زعما علاش بغيتوا هذا البروغرام وفين سمعتوا عليه وشكون قال لكم زعما منين جبتوا منين سمعتوا على هذا البروغرام وهذه 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 وهذه. المهم كيسولكم اسئله. من موراها كيقول لك ورينا الدار، يعني الدار اللي انت ساكن فيها حاليا، يا ابارتما يا دار يا اللي كان كي توريهم تجمع ودي هذه بيت النعاس، هذا الصالون، ينو ليفر روم، دايني روم، باث روم، ينو الا كنتي في الدار يعني غتوريهم بيسمنت الباك يارد من هنا من هنا. المهم حنا كنا ساكنين في بارتما ديال تو باد رومز، يعني كان داكشي لا كنا ساكنين في تاون هاوس، يعني كان عندنا الفوق والتحت وليني كان داكشي تو باد رومز، يعني اتس فيري سمول. من بعدها تسنينا قالوا لنا شحال بقى لكم في الكار بايمنت، قلنا لهم بقات لينا شهرين تقريبا هكاك. كملنا الكار بايمنت، صيفطوا لينا قالوا لنا ودي كونغراتوليشن لابليكاسيون راه ابروفد. المهم على حسب العدد ديال العائله عطاونا 4 بيدرومز، عطاونا 4 ديال البيوت خلاص، واللي بالروم ديال روم و 2-4 باث بيدروم جوج حمامات يعني 4 سايز والباك يارد ما شاء الله. المهم على حسب هذا العدد ديال العائله. سو الاغلبيه كيبداو قيله من 3 ديال البيوت. المهم من بعدها كيعطيوك سوايع كيقول لك ضروري غتخدم معانا 300 ساعه
300 ساعه خصك تساليها نورمالمون بروغرام 300 ساعه خصك تخدمها معاهم فابور، يعني حيت هما شنو هما كيكون بحال حنا كنقولوا كيكون طاشرون والمعلمين المتعلمين غير من هذوك الناس اللي داروا تهم لابليكاسيون، يعني بحال قلتي انا عمرت انت عمر هذاك عمر هذاك عمر، كنتجمعوا كاملين كنعاونوا الطاشرون باش يبني ديك الدار بدل باش يشدوا هما الخدامه، كتكون انت كترون بلاسي ديك الخدمه، يعني كتخدم معاهم 300 ساعه. من بعدها شنو اخر، من بعدها كتخدم معاهم ديك 300 ساعه و كيقول لك يو هاف فور تشويسز، كيعطوك اربعه ديال الاختيارات، لا اربعه ولا ثلاثه بقيتش عاقله، بقيت غير ثلاثه اربعه ولا ثلاثه، مهم اربعه ولا ثلاثه. تيقول لك غيعطيك الاول كيوريك غير البقع، يعني الا عندهم دار ديجا مبنيه كيوريو لك الدار ديجا مبنيه، الا ما عندهمش شي حاجه مبنيه على حسب السايز وعلى حسب البيوت اللي جاك نتايا على حسب لا فامي ديالك، كيوريوك تيوريوك الارض البقعه، كيقول لك اودي ها بقعه فين كاينه، كيعطيوك اربعه وقيله ديال الاختيارات، كيعطيوك الاول الا قلتي لا كتشوفو انا ما عجبكش كتقول لا ما عجبنيش، كيعطوك الثاني بقعه اخرى كيعطوها لك كتشوف الموقع وتشوف هذا ما بغيتيش، كيعطوك الثالث ما عجبكش الثالث كترجع لاخر لا ليست، يعني لا ليست داتوند كتخرج ترجع لاخر لا ليست باش تعاود تسنى عاوتاني امتى توصلك النوبه. ويلا لقيتي داكشي اللي بغيتي صافي تقولي ما ودي هذه اللي بغيت البقعه هذه اللي بغيت، كيديروا معاك الديت النهار فاش غادي يبداو يبنيو لك في الدار وصافي. منين كيبداو يبنيو لك في الدار، يعني حنا خدات لينا حنا بداو لينا الدار في شهر واحد بالاخر شهر واحد، ودخلنا سكننا في شهر ستة، يعني خدت لينا تقريبا 6 شهور، 6 شهور صافي تحولنا للدار فيها 4 البيوت. المهم على حسب كل واحد غادي يشد على حسب السايز اللي ديالو، حنا الخطا اللي درنا انه عطاونا الاختيار الاول ما بغيناش، الاختيار الثاني ما بغيناش، يعني اضطرينا اننا ناخذ الثالث باش ما نرجعوش للاخر ليست لا ليست. سو من موراها صيفطوا لينا شي اوراق عمرناهم خلاص، كيقول لك صيفط لي شي اوراق هكايا على حسب الخدمه وبالنسبه للراجل. شنو اخر اهم من موراها بداو كيبداو ليك وكيعطيوك انت اللي كتختار واش بغيتي الهارد فلور ولا بغيتي الكاربيت ولا هذا النوع ديال الكاونتر ديال الكوزينه البلاكارات شمن لون بغيتيهم، كيعطيوك الاختيارات، يقول لك تتمشي عندهم للاوفيس كيقول لك اوديها شنو اللي عندنا this is what's available، يعني you have to choose from what they have. من موراها صافي كتبقى غادي معاهم ستيب، وضروري انك تكمل سوايع، يعني ديك 300 ساعه انا الزوج ديالي كان كيخدم بحكم انه كيخدم في الويك دايز، كان كيدير الويكندز يعني كيخدم 6 سوايع في 6 سوايع 12 ساعه في الويكندز في السبت والحد، لا غير لا ما كيخدموش الحد، يعني غير السبت كان كيدير 6 سوايع في السيمانه، ولا كان عنده شي نهار اوف يعني كيحاول انه يكمل دوك السوايع باش قبل ما هذا. صافي كيبداو لك الاجراءات ديال البني وكتبقى مره تطل تشوف فين وصلوا وهذه ومن موراها صافي كيعيطوا لك كما قلت لكم كيقولوا لكم شنو اللي بغيتي هذه اللي بغيتي هذه اللي بغيتي هذه، وكيوريوك البلان كيقول لك اوديها البيت فين غادي تكون، ها البيت غادي تكون، المهم كيوريوك شنو كاين بالنسبه للبروغرام للباليسي ديال البروغرام هذا، انه ضروري المراه تدخل معاك في هذا في العقد، يعني لا الراجل اللي غادي يدير لابليكاسيون، يعني المراه كت كتسني حتى هي في الوراق، كتولي على حسب هذا القانون ديالهم هنايا ان المراه كيكون عندها نصف الدار. سو هادشي اللي كاين. شنو اخر
شنو اخر صافي تقريبا. وكت ملي كيقرب انه ملي كيقرب انه تسالي الدار، يعني كتوجد من الثلاجه، الماكينه الصابون، ماكينه الماعن، الميكروويف، هذا الفينس، هذاك الخشب اللي كيجي كيكون داير على الباكيارد، كيعطيوك يا اما هو ولا الهارد فلور، على حسب. ولاني يقدر يكون بروغرام مختلف من ستيت لستيت. المهم انا عطيتكم على نور كارولينا اللي انا فيها. و شنو اخر مهم كي ملي كيقربوا انهم يكملوا الدار، كتسني الوراق وكات كيخرجوا الخبير اللي كيشوف بانه راه هاد الدار هادي قابله، فهمتي؟ يعني بنادم يدخل اللي يسكن فيها، يعني ما عندهاش شي، يعني راه كما كنقولوا حنا في المغرب راه مبنيه مزيان، مبنيه على الصح. كيقلبوا الهيت، كيقلبوا الاي سي، كيقلبوا الضو، كيقلبوا كل شيء. وهذا وكتعطي الديبازيت، الديبازيت شحال كيسوى هذاك، شحال كتسوى هذيك الدار، كتعطي 1%. يعني تقدر تجيك 10,000 2,000، الأغلبية ما كتفوتش 2,000 ولا 1,500. من بعد هادي تيقول لك based on your income، يعني الانكم ديالك تيعطيوك الخلاص ديال الكرا ديال هذاك البيمنت، كيعطيوها لك كل شهر. ولاني الأغلبية ما كتكونش على حسب السيت اللي انا فيها، الاغلبيه ما كتكون ما كتفوتش 700 دولار، يعني كيكون البيمنت ديالك 700 دولار. وهذا البروغرام هذا ما فيهش الربا، زيرو انترست، الربا ما فيهش الربا، يعني ما فيه لا ربا لا حتى شي حاجه. انفو انك ما كتخلصش ولا شي حاجه، يعني كما كنقولوا كيجي كيديو الدار. وشنو اخر ان شاء الله غادي نبوستي الفيديو، واللي عنده شي سؤال غادي تغي تكتبوا لي في الكومنت ونحاول نجاوب عليه، الا ما عرفتوش نسولوا راجلي. هو صراحه هذا البروغرام هذا از فيري بينيفيت، هو انك يعني كتشري دارك، كتخرجي من الكرا، ويعني كيكون عندك everything brand new، يعني دار جديده، يعني بني جديد، كل شيء حاجه جديده، كاع داكشي اللي كيكون الحوايج الاولويين في الدار كيكونوا يعني برانيو، كيما قلت لكم الثلاجه، الاير كونديشنر، ماكينه الصابون، ماكينه الماعن، الفنس، على حسب السيت، يا اما كيعطيوك الفنس ولا كيعطيوك هارد فلور والكاربيت. مهم على حسب، حنا درنا الهارد فلور في وسط الدار والكاربيت في البيوت. المهم كتختاروا نتوما على حسب، كتمشيو على حسب البروغرام اللي نتوما فيه. بالنسبه للخطوات الاولين كما قلت لكم، كيعطيو اللي عندهم لو انكم، يقدر يكون لو انكم حنايا على ستيت اللي عندنا يكون مختلف على ستيت، يقدر شي اخت تكون في شي ستيت يعني اللي عندها يعني كيخلصوا مزيان، يعني بحال المدن الكبار، ولاني يقدر يكون يعني عندهم الولاد بزاف، ولا الراجل خدام، غير الراجل اللي خدام المراه ما خداماش، ولا هادي الا كانوا بجوج بهم خدامين، بجوج بهم كيحطوا الوراق، يعني المراه كتحط الوراق ديال هاد الخدمه والراجل حتى هو يحط الوراق ديالو ديال الخدمه. سو بحكم ان فقط الراجل اللي خدام انا ما حطيت والو، هو اللي طلبوا منه الوراق بزاف. على اي تقريبا هادشي اللي كاين، كتعمروا لابليكاسيون كتدفعوها، غير هو منين كتعمروا ما كتعمرش بانهم راكو كتخلصوا البيلز بزاف، يعني هو بنادم يقول الصراحه. ايه غير بحال بايلا عندك الكار بايمنت، من الاحسن بنادم يصبر حتى تقرب تكون سالت الكار بايمنت ولا كملتيها عاد ابلاي، يعني ما يقولش بانك راه عندك البيلز بزاف ما غاديش تقد تخلص هذاك الشيء اللي غادي يعطيوك كل شهر، رغم انه هو راه مبلغ قليل بالنسبه بالمقارنه مع الكره اللي واصل فين ما بغى. المهم تقريبا هادشي اللي كاين البنات.
صافي يعني بروغرام مزيان. اوكي، يعطيوك الاختيار واش بغيتي ابستيرز داون ستيرز ولا وان فلور، يعني كيعطيك واش بغيتي غير سفليه ولا الفوق ولا تحت. انت يعني كتقول اش بغيتي، هما تيسولوك اش بغيتي، انت كتقول لهم اش بغيتي. الا متوفر عندهم تيقول لك متوفر، الا ما متوفرش تيقول لك اودي ها اللي متوفر عندنا، زعما الا قبلتي عليه. وهادشي اللي كاين، نتمنى اني نكون فدتكم، ولا عندكم شي سؤال حطوه في الكومنت وان شاء الله نجاوبكم.